السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حملت أنا ملف على موقع عبارة عن فاتورة، مش أنا طبعا اللي أعملها، واضح إن واحد سعودي عملها عشان مكتوب هنا، هيبان دلوقتي هنا طريقة الدفع نقدي، مثلا اسم العميل مثلا رشاد دلوقتي، فيها أنا كنت لسه مدخل اسمي فيها أهو، العنوان باب مكة، أعتقد إن هو راجل سعودي، التليفون بتاعه اتكتب، كل حاجة اتكتبت. مثلا لو نفترض ادي شاي العروسة مثلا ايه السعر 5 جنيه، لو نفترض الكمية مثلا 50، يبقى هنا عمل لي الإجمالي 250 جنيه. لو نفترض صنف آخر وليكن مش عارف ايه شراع، ايه ده 6 شراع، لو عملت كده اهو صنف غير مسجل، انكر زر صنف من أسفل الفاتورة على اليسار اهو زي ما انتوا شايفين. طب نفترض احنا عاوزين ادي كراس هاز مثلا ايه دي 10، لو نفترض احنا عايزين ندخل صنف جديد، الصنف الجديد ده يتدخل ازاي؟ اهو من عن طريق الخانه دي، وبتعمل حاجه اسمها دي، وتدخل بقى رقم الصنف 60، اسم الصنف نكتب ايه، نكتب صنف ايه مثلا، فلاشه كمبيوتر، حاسب آلي. السعر البيع بتاعها هو مثلا 250 جنيه، وحدة البيع والله ما انا عارف عدد الحالة نشط، نقطة إعادة الطلب مش عارفها والله، يبقى نعمل دي تك دي، ده مش حذف بقى، بتظهر هنا هتلاقي الفلاشة ظهرت اهي، العدد بتاعها مثلا 50 فلاشة. طبعا ايه ده بقى رسالة اهي، طب ليه كمية 2؟ طيب يا ابني فلاش، يا فلاش المبلغ 1. طيب جيب اوي. طب نعمل صنف جديد، نعمل صنف جديد. طب ايه هو اللي كان موجود؟ عشان كنت عامل هنا 0، طب خلي الفلاش دي 100 100 نسجل. ده العميل هنا راجل استاذ، هنا 5، لا برضو مالهاش علاقة، مالهاش علاقة. طيب احنا هنضيف صنف جديد، رقم الصنف مثلا 105، اسم الصنف ماوس، سعر البيع ب66 جنيه، وحدة البيع عدد، الحالة نشط، نقطة إعادة الطلب 15، ونسجل. الماوس ما ظهرش أصلا، مش عارف. طب استنى كده، اخرج خش تاني، ظهرت الماوس اهي عدد 11. طب اللي كانت شغالة 5، مش عارف بقى ليه، ما كان مش عارف، ما اعرفش. انتوا بقى ايه، حلوها مع نفسيكم. ادي الملف اسفل الفيديو، البرنامج ده اسفل الفيديو، ظبطوه بقى حياتكم كده ماشي، البرنامج ده اسفل الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.